الضغط مرتفع والسكري أيضا. ماذا حدث؟ تناولت دواء الضغط ودواء السكري. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة، الدواء وحده لا يكفي. ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. الضغط عادي وكذلك السكري. ما شاء الله، ماذا فعلت؟ اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. أحسنت، قابلني بعد 6 أشهر إن شاء الله. وجزاك الله خيرا.